مساء الخير، راح ألتقيكم مرة ثانية بأمسية رمضانية جديدة بالديزيز بالجنرال باثولوجي. وصلنا إلى أو أخذنا الديزيز أوف ذا جي آي تراك كاسترونتستينال تراك. بدينا بالأورال كافيتي والإسوفيغس المريء والستومك، اخذنا التقرحات الجاستريك ألسر والديودينال ألسر اخذنا ايضا كمقدمه الى بعض الديزيز اوف سمول اند ذا لارج انتستين. وبدينا مقدمه منها اللي هي مقدمه او الديزيز الانفلاماتوري باول ديزيز، تقرحات مثل ما شفناها ب الستومك او ديودينم بال12، ايضا موجوده انفلاماتوري باول ديزيز بالسمول اند ذا لارج انتستينز. اوكي، سمول اند ذا لارج انتستين اند ذا موست كومن ديزيز اللي هي من ضمن الانفلاماتوري باول ديزيزز هي الكرون ديزيز والالسراتيف. اثنينهم نسميهم تقرحات الغشاء المخاطي لل small وال large intestine. قسموها إلى Crohn's and the ulcerative لأنه أكو اختلاف في توزيع توزيع هذه التقرحات في السمول وال large. من هو اللي يصيب السمول intestine ومن يصيب ال large، أو اثنينهم فقط. وهاي الانفلاماتوري باول ديزيز هي كرونيك ديزيز ما تجي بين الليل الأولى، وسببها inappropriate the mucosal immune activations، يعني نوع من هيجان للميون سيستم بالميوكوزا. اوكي، وتو ميجر انتيتي كرونز اند ألسراتيف، الفرق بيناتها مهم جدا. واخير المحاضره انا مخلي لكم جدول الفرق ما بين الكرون ديزيز والألسراتيف كولايتس. ما اقدر اروح على الجدول مباشره زين اذا ما اقرا المحاضره وافتهمها. من تفتهمها تقدر انت تسوي جدول وتضيف له الجدول، تفتهم شنو معنات كرون وشنو معنات ألسراتيف. هذولا قسموهم الى اثنين بيست اون على اساس زين الديستريبيوشن وعلى اساس المورفولوجيكال شكلها وتوزيعها بالسمول واللارج انتستين. يجي على اول مرض اللي هو الكرون ديزيز واللي يسموه ريجينال انترايتس، يعني معناته عباره عن هو التهاب بالمنطقة الانترايتس، هي المنطقة الفاصلة ما بين small واللارج انتستين. وسموه regional لأنه يصيب region معين، مو كل region، region معين من small واللارج انتستين. okay. ممكن any area، بس هو يوجوالي يصيب لنا مناطق معينه. شنو المورفولوجي مالته؟ مورفولوجي اروح القى زين الليجن بالتيرمينال اليوم. من يقول لي تيرمينال شنو معناته؟ هذا شويه اناتومي، سمول انتستين ولارج انتستين. السمول انتستين مين تتالف؟ سمول انتستين تتالف من جيجينم والاليوم، صح له؟ جيجينم واليوم. فالتيرمينال اليوم هي نهاية السمول انتستين، منطقة اتصال السمول انتستين بالإليوم بالسيكل بداية اللارج انتستين. هاي المنطقة هي الكومن سايت اوف ذا كرون ديزيز، والسيكم بداية اللارج انتستين. اوكي، فإذا نقدر شو نقول عليه؟ ليميتد تو ذا سمول انتستين. حوالي 40% من الكيس مال كرون ديزيز هي بالسمول انتستين، والثلاثين زين سمول اند لارج، والاذر النسبه الباقيه ممكن تصيب الكولون فقط. اذا توزيعها هذه الصوره زين بواسطه النافور، نشوف الميوكوزا، شوف الدمج مال الميوكوزا مال او التقرحات الالسريشنز الموجوده بالتيرمينال إليوم وقسم وبداية السيكم الكرون ديزيز. أوكي، فإذا هو عبارة نلقي
at any level of elementary. لكن التوزيع الجغرافي مالته بالسمول انتستين الون 40%، السمول انتستين وياها بدايه كولون 30% او مرات 30% بس الكولون وحده، ولذلك سموه ريجينال وسموه اسم الله سكيب ليجن، يتخطى ما يصيب كل الانتستين سواء كان لارج او سمول انتستين، باماكن معينه من السمول انتستين ما بيها الديزيز، ولذلك نسميه احنا يقفز على، وهذا يفرق النيا عن الالسراتيف كولايتس اللي ما بيسكب يصيب كل المنطقه، هذا لا، اكو منطقه مصابه اكو غير مصابه. شنو الباثولوجيكال كاركتر؟ شو يصيب؟ نشوف اكو دامج بالميوكوزا ترانس ميورال، يعني ميوكوزا وسب ميوكوزا والماسكولار لاير، ويل ديماركيتد، المنطقه كلش محدده، ولانه كرونيك ديزيز يصير بيه جرانيولوما، لانه كل الوول يصاب، ممكن يصير ناسور فشر، ممكن يصير فايبروسيس ويصير اوبستراكشن باللومن. هاي الاشكال الباثولوجيه مال كرون ديزيز. اوكي، بعد شنو يجينا؟ شلون يجينا المريض؟ شلون يجينا؟ يجينا على شكل نوبات، نفرقه عن الالسراتيف كلها. شنو النوبات مالته؟ يجينا المريض عنده اسهال وسخونه وابدومينال بين. طبعا هذا الاسهال دياريا وفيفر وابدومينال، ممكن يصير تسمم، التهاب معده بسيط او التهاب معاه بسيط، بس هذا كرونيك ديزيز، وخاصه اللور رايت. من نقول واحد عنده ابدومينال بين بالجهه اليمنى، شو نفكر؟ يشبه الابندس، يشبه التهاب المصران زين او الزائده. ومرات لين يشمل الوول كله، مرات يصير بيرفوريشن ثقب بال wall of the small or large intestine. ولأنه كرونيك، وإذا صاب الكولون أو اللارج انتستين، نشوف أكو بلاد ويا من؟ ويا الستول، فالمريض يجينا أنيميا طبعا بعد عدة أسابيع، فإذا يجينا دياريا وفيبر، وبعدين إذا صاب أو انفولف شمل الكولون يجينا أنيميا. أوكي زين، باي موديال ايج ديستريبيوشن، يعني شنو معنى؟ شنو الايج اللي دائما يصيب هذا المرض؟ اكو جروب من 10 الى 30، واكو جروب من 50 الى 70، فتو جروب اوف ايج باي موديال ايج ديستريبيوشنز. اوكي، هذا ادفانس كرون ديزيز. شلون اعرف كرون ديزيز هذا؟ من الديستريبيوشن مالته، هذا الاليوسيكل، نهايه الاليوم، نهايه السمول انتستين، وبداية اللارج انتستين سيكم. فهذا جنكشن هو الكاركترستيك فيتشر مال الكرون ديزيز. ريرلي 30% ممكن يصيب زين اللور بارت اوف ذا لارج انتستين اللي هو الانال كانال، ويسوي لنا فيستولا ناسور. من هو الكرون ديزيز؟ اوكي، الكرون ديزيز ممكن يصيب لنا الركتم او الانال كانال ويسبب لنا ناسور. سؤال، ممكن الكرون ديزيز يصيب لنا غير الانتستين سمول او لارج، يسموها اكسترا انتستينال، ما دام هو ميون واكو تشين بالميون، ممكن يهاجم اني اورجان، يهاجم مثلا المفاصل، يجينا المريض ويا الدياريا ويا الابدومينال ويا الفيفر، يقول لك مفاصلي توجعني، بولي اريفرايتس او اريفيمانودوزم، عباره عن فد نوديول جوا الجلد، او كلابينج اوف فينجر، وتعرفون الكلابينج اللي يصير الفينجر مثل الخاشوقه، هذا نشوفه بالكرونيك ديزيز، نشوفه بالتيوبركلوسيس، بالكرون ديزيز. ممكن يصيب العمود الفقري، يسوي لنا التهاب او سوفان انكيلوسيس سبوندلايتس. اوكي، هذا ما دام هو كرونيك ديزيز، يعني لفتره وريكرنت يروح ويجي، ممكن هو ريسك تو ذا سي اي كارسينوما. بس شنو هو؟ لس فان السراتيف، اقل من الالسراتيف. دي نشوف دي يسوي مقارنه ما بين الالسراتيف والكرون من خلال الشرح، بس هاي بنهايه المحاضره اكو جدول الفرق ما بين الكرونز والالسراتيف كولايتس. اوكي، ممكن لانه كرونيك ديزيز ويطول فتره، ممكن يؤدي الى فايبروسينج ستراكشر، تضيق بالتيرمينال اليوم،
ولانه يصيب كل الوول اوف سمول او لارج انتستين ممكن يسوي لنا ناسور. ولانه دياريا وياها دم مرات فنشوف المريض بالستول اكو بروتين لوس، فيتامين بي 12 لوس، بايل سالت لوس، يعني يجينا المريض استياتوريا زين الستول مالته بيدهن زايد. ممكن لانه كرون ديزيز، ممكن كرونيسيتي والالسر ديب نشوفه من نفتح السمول او التيرمينال اليم نشوف بي ألسر مثل اللينير كانما انت باربه بسكينه خط شق خطي اوكي لينير اوكي. هذا تقريبا الموست كاركترستيك فيتشر اوف ذا كرون ديزيز. نعيد شويه الكلينيكال فيتشرز مالته زين. يجينا مايل داريا فيفر مرات بلادي دياريا الابدومينال بين بالرايت لور كوادرت اوف ابدومين ولذلك 20% يشبه الالتهاب الزائده ممكن يصير بيرفوريشن ينثقب اوكي. وهو ابيسود يجيك على شكل نوبات زين. هاي النوبات شنو المريض يطيب ما يصير عنده اي سيمتوم اي سيمتوماتيك يبقى اسبوع او اشهر وبعدين ري اكتيفيشن من يصير المريض عنده ستريس زين او يغير من الاكل مالته او كرونيك سموكرز يصير ري اكتيفيشن للديزيز. هذا فالصور زين توضيحيه ما بين الكرونز ديزيز والالسراتيف. هذا ايش نسميناه؟ سميناه ريجنال إليايتس او ريجنال يعني يصيب لنا التيرمينال إليم وبدايه السيكم اوكي. وممكن يصيب لنا ال بارت من اللارج انتستين بس اكو مناطق ما مصابه هاي هنا باللارج انتستين فايش نسمي سكيب يتخطى. بينما من نجي بالالسراتيف لا التقرح نشوفه بسيجمنت كامل من اللارج انتستين. ومين يبدي؟ يبدي من الكولون يشمل الكولون كله يبدي من الركتام وبعدين يصعد يصيب كل الكولون. بينما لا ممكن يختصر بس على الاليوسيكال ممكن يختصر بس الكولون. الالسراتيف ممكن يصير كل الكولون ودائما يبدي من الالسراتيف يبدي من الركتم اوكي. الكرون ديزيز انترا ميورال يعني اتز انفولف يشمل لنا الميوكوزا السب ميوكوزا والوول كل الوول ولذلك نشوف فيسيولا زين الوول مفقوب. هنا لا موجود بالميوكوزا والسب ميوكوزا لذلك نشوف بها نوع من النتوءات نسميها البوليب سيدو بوليب. ميوكوزا والسب ميوكوزا طالعه يبرى على شكل زين على شكل مثل البوليب والسر. ها بس الالسر ما يخترق يسوي لنا بيرفوريشنز. هذا مثلا صوره يبين لك انفولف او تيرمينال اليوم بدايه السيكم اللي هو كرون ديزيز اوكي. هذا ايضا بال ممكن والالسراتيف كولايتس يبدي من المين من الركتم فشوف الالسر بالركتم ويصعد فوق اوكي. هنا لا من الاليوسيكال فيختلف مناطقيا يختلف اوكي. اخذنا الكاركترستيك فيتشر والكلينيكال والباثولوجيكال فورم. خلينا نشوف الالسراتيف كولايتس شو يختلف عن الكرون ديزيز. انفلاماتوري ديزيز ليميتد تو ذا كولون صح لو لا؟ بس بالكولون يبدا من الركتم ويصعد. هذا لا يبدا من الاليوسيكال بعد افكتد ميوكوزا سب ميوكوزا. ذاك شنو؟ كل انتراميورال كل الوول. بينما الالسراتيف بس الميوكوزا سب ميوكوزا الا بالسيفير كيسز ممكن يصير كل الوول. الكونتينوس فاشنز يعني يبدي يصعد من الركتم وهو صاعد اوكي اوكي. هنا الجرانيولوما ما تبين كلش مثل ما موجود بالكرون ديزيزز بالكرون ديزيز. اذا قارنا بالكرون ديزيز هنا الالسراتيس سيستماتيك ديزيز اتس سيستماتيك ديزيز اوكي يعني يزيد اكثر او نشوفه اكثر من الكرون ديزيز. الجروب ايج مالته من 30 الى من 20 الى 30 هناك من ال 50 لل 70 اوكي. للركتم يبدي من الركتم ويصعد اوكي. وممكن يشمل كل الكولون فش نسميه بانكولايتس. ما بي سكيب ما بي تخطي وبالك يسموه ديزيز اوف كونتينيوتي. من يبدي بعد يصعد اوكي. مور كومن
than the Crohn disease. The mural thickness, زين, mural, ما عنده mural thickness مثل Crohn disease. بالسيفير كيسز ممكن يصير بالسيفير كيسز بالنسبه للالسراتيف ممكن ياثر على من ياثر على النيورال بلكسز مال الكولون. يعني شنو معناته؟ يعني ياثر على النيرف سبلاي مال الكولون اللي يسوي لنا كونتراكشن. ولذلك من يتاثر هذا البلكسس الكولون يكسل بعد ما يصير بي كونتراكشن فشنو يتوسع يصير ميجا كولون. هذا ما موجود وين؟ بالكرون ديزيزز. اوكي، فيسموه نيورو ميكوزا فيلر، يعني الكولون يفقد السيطره على الكونتراكشنز، زين ينتفخ. الالسريشن اوف ذا ديستال كولون، ديستال كولون من الكولون يبدي تشوف الالسريشنز، زين. ممكن الالسراتيف كولايتس ايضا بريديسبوز تو ذا كانسر مثل الكرون ديزيز، يسوي لنا ديسبليزيا ويروح كانسر. شنو الكلينيك شو يختلف عن الكرون ديزيز؟ هذا يجينا بلادي ميوكويد دايريا، مو دايريا عاديه. بالكرون ديزيز من يصير كرونيك يلا يصير عندنا بلاد. هذا اول ما يجيك بلادي دايريا، زين. وهذا البلادي دايريا المريض شو يقول لك؟ يصير اسهال عندي دموي، بس من اروح للحمام زين ارتاح يروح الالم، زين. هذا الانيشال ستيجز خاصه، بس لونج كومبليكيشنز وانفولف كل الكولونز، كل الكولون، اوكي، ممكن زين لونج، ممكن لونج تيرم، اذا بقى لفتره طويله ممكن يؤدي الى سي اي، وخاصه اذا كل الكولون بان كولايتس 25%، زين. ممكن اذا صار بان كولايتس تحول الى سي تيبل. هذا التيبل انا بخلي لك اياها بالاخير، اللي هي الفرق ما بين الكرون والالسراتيف كولايتس. هذا زين باي ذا بالنافور شايفين اندوسكوبيك ايمجينج. شوف الالسراتيف كولايتس مين يبدي؟ يبدي من الركتم، ولذلك سهل نسوي له بالنافور ونشوف لوس اوف فاسكولار باترنز اوف سيجمويد، لانه بدينا ركتم سيجمويد ديسيندينج او اسيندينج وهكذا. The granulosity and the sum friability of the mucosa لانه يشبه يشمل الميوكوزا والسيميكوزا، فتشوف هنا granulations موجوده. مرات بالالسراتيف كولايتس بالاصل نشوف اكسترا اليمنتري مثل الكرون ديزيز، يشمل لنا مثلا نشوف تقرحات او بطابيط موجوده بالاورال بالماوث على شكل افس السر، شلون البطابيط اللي موجوده بالنشله، اوكي، بالتانج، الليبس، البليت، نلقاها وين؟ ايضا نلقاها بالالسراتيف كولايتس. هذا في الصوره ايضا بسيطه، شوف الانفولفمنت مال الكرون ديزيز، اليوسيكال فال وقسم نركتم. هذا لا يبدي من الركتم ويصعد انفولف كل الكولون. بعد هذا انترال ميورال كل الوول اوف لارج اور سمول انتستين، هذا بس ميوكوزا اند سب ميوكوزا، ولذلك نشوفه على شكل بوليب. هاي هذا هو هنايا فهمنا، هنايا فهمنا. السؤال كالاتي: وات ار ذا ديفرنت بتوين ذا كرون اند ذا ulcerative كولايتس؟ تدرخها يعني تنساها، تفهمها ايه، تتذكر الصوره، تتذكر الكلينيكال فيتشر، زين تقدر تحفظها، واذا تدرخها اوكي، بس رجاء درخ بفهم. يعني اجي كرون ديزيز والسراتيف، يا جزء من الباول انفولف الاليوم والكولون، هنايا كولون فقط. ريكتال انفولفمنت لا، ريكتال انفولفمنت وين؟ سم تايمز هنا اولوي، مو قلنا الالسراتيف يبدي ديستريبيوشن بالكرون سكيب، اكو مناطق يتخطاها، هذا كلها يبدي بيها ديفيوز. اكو تضيق بالكرون، اكو يصير نوع من الستركتشر والفايبروسس والابستراكشنز، هنا نادر، زين. هنا يصيب الوول كله، ولذلك الوول شو ثيك ناثن. الانفلاميشن ترانسميورال كله، هنا ليمتد تو ميوكوزا اند سب ميوكوزا. اكو بوليب، وين شفنا البوليب؟ مارك، مو لو مباوع بالصوره
البوليب وين مارك بالالسراتيف كولايتس. هنا البوليب مودريت. اكو السر نعم ديب اشوفه مثل كرون ديزيز كانما الكولون او مضروب بسكينه خط زين جرح خط يشبه نايف لايك. هنا لا سوبرفيشال ليش؟ يعني يصيب الميوكوزا والسب ميوكوزا. لمفويد ريأكشنز هو ميون ديزيز القى مارك هنا هنا مودريتد زين. الفايبروسيس مارك يعني يؤدي الى ستركتشر مايل تو مودريت. سيروتايتس وهكذا جرانيو هنا اكو هناك لا الفيشر والساينس هنا اكو. اذا اني دا اجمع الكلينيكال فيتشر بجدول بري انال وين اشوف البري انال فيشولا هذا زين ما اشوفه هنا بالالسراتيف كولايتس زين. اكو فيتامين مال ابسوربشنز نعم بال هنا ماكو هنا ماكو مالجنت بوتنشال ويا كولونيك انفولفمنت اذا صار ويا الكولون مو بس بقى يم الايليوم لا اذا الكولون انفولف يصير عنده مالجنت هذا مباشره يبدي بالكولون ولذلك المالجنسي. اكو ريكرنت افتر سيرجري ريكرنت افتر سيرجري كمان بالكرونز بس بالالسراتيف لا من يشيلون الجزء المتقرح يشيلوه كله لذلك من ياخذون ومن يشوفون نافور ويشوفون الكولون متقرح من الركتام وصاعد وماخذ علاج المريض ومدى يطيب مدى يطيب بالعلاج يقصون تقريبا كل الكولون الانفولف يقصوه كله زين هذا وما يرجع بل ما هنا ممكن يرجع ليش لانه اكو يسموه سكيب مناطق زين يأفكتد او يصيبها واكو مناطق ما يصيبها اوكي. توكسيك ميغا كولون وين شفناه توكسيك ميغا كولون شفناه بالالسراتيف كولايتس. اني من دا اباوع اني فاهم هالمحاضره اريد اريدك انت مثلي ابني تفهمها وتشوف هذا الجدول. إذن كرون ديزيز هو باول انفلاماتوري اخذناه واخذنا الديفرنس بتوين ذا كرون اند ذا ألسراتيف. نعرج على اخذنا احنا بالمحاضره السابقه الهيمورويد نعرج عليه شويه حتى يبقى ثابت اللي هو عباره عن اللي هي البواسير زين اللي هي عباره عن دايليتيشنز بالانال البري انال فينوس الفين يصير بي دايليتيشن يتوسع اوكي. شنو الكوزز مالته؟ إذا عندك كونستيبيشنز قبل الفترة طويلة زين أو عندك فينوس ستيسس واحد من الفينوس سيستم زين صاير عليه كومبريشنز وصاير ومسدود أوكي. فالهيمورويد هو عبارة عن دايليتيشنز يصير من أكو عندك أوبستركشن بالفينوس أو يزيد إذا عندك فينوس هايبرتنشنز يعني increase بالفينوس هايبرتنشنز اكو عندك obstruction بالفين بمنطقة معينة فالدم يروح له على منطقة أخرى ويصير بيها dilatations. شون الدوال اللي عندنا تصير بالقدم هاي تصير بالركتم أو بالأنال كنال بالأنال كنال dilatations بالأنال كنال أوكي. تصير من اكو elevated بالفينوس pressures وعندنا احنا دين موجود بالأنال كنال فيصير بيها dilatations أوكي زين. شنو الأشياء اللي تسوين البواسير أو الدايليتيشن اللي عندهم قبض دائما وخاصة الأولد إيج اللي شنو الأثقال اللي يوقفون فترة طويلة أطباء الأسنان يوقفون فترة طويلة يصير عندهم نوع من الستيسز زين أو إنكريز بأبدون إنترا أبدومينال بريشرز بالبريجننت زين اليوترس من يتمدد وين يضغط لنا على الفينوس فيسوينا dilatations وأيضا إذا صار increase in the portal hypertensions portal hypertension إذا صار بي increase أيضا يصير بي. هذا الصورة يبين لك two type of hemorrhoid. مو تسمع واحد بواسير يقول لك خارجية وداخلية. الخارجية هي below the skin يعني بالأنال كنال. الداخلية وين؟ below the mucous membrane of the rectum زين. وهذا الداخلية
يجيك المريض بس فريش بلاد مبستول، هذا ممكن المريض يقول لك انا من اروح الى الحمام اشوفه او احسه لانه تحت الجلد، اوكي دايليتيشن اوف ذا فين، هذا اكسترنال وهذا دايليتيشن اندر فاسكن وهذا دايليتيشن اندر ميوكس ميمبرين. اذا الكلينيكال فيتشر يجينا شو يجينا المريض اللي عنده بواسير؟ يقول لك بين وعدي نزف دكتور، عدي نزف من اروح للحمام. وهذا يعتمد الطبيب يقول له الدم صافي برايت بلاد او مخلوط ويا الاستول. شنو التريتمنت اوف ذا الهيمورويد؟ تريتمنت اوف ذا هيمورويد هسه الطريقه جدا سهله. قبل كان يسوون مباشره يروحون يفتحون الميوكاس ميمبرين جوا او جوا السكن ويشيلون ال الفين اللي متوسع ويسووا له ليجيشن، يسووا له ليجيشنز. هسه لا، هسه ممكن يجمدوه، ممكن يسووا له سكليروثيرابي، زين يعطوه ماده تخليه فايبروسيس، زين تخليه فايبروسيس اوكي. وهسه العلاج الجديد هو بالليزر، ايضا بالليزر. فعده علاجات لل زين هيمورويد او يسموه البايل اوكي. شوف المحاضره يراد لها واحد عنده واهس قاعد زين شويه باله صافي، زين باله صافي. نصيحه شو تريدون تعتبروها؟ تربو ابويه اخويه؟ التعليم الالكتروني بابا هو الاستعداد للامتحان النهائي بالسادس اعدادي، مو يطوك شهر بالبيت يقولوا لك اقرا وراك امتحان بكالوريا. نفس الفكره ابني، الوزارة تقول لك من يرجع الدوام حتى لو التاسع أو العاشر إحنا الامتحان يصير بالقاعات. شو نسوي؟ نسوي كورس مكثف. شنو الكورس وبعدين امتحان؟ شنو الكورس مكثف؟ تعال يا دكتور محمد عبيد، شطيت انت بالباثولوجي، طيت 8 محاضرات، 8 محاضرات أنا أجي أسوي لك كورس لها وأشرح لك إياها بصورة مختصرة. وهاي يجي واحد قاري المحاضرات مالتي أثناء التعليم الإلكتروني وملخصها وحال الأسئلة سهلة عليه، يراجعها مراجعة بسيطة. ويجيني واحد ما يدري منو ياخذ محاضرة بالجنرال باثولوجي ولا يدري ومنو دكتور محمد وين نازل وين زين، ولا مقلبها ولا هاي زين. المبدأ مالته أني بصف رابع أني أدفع قسط وأنجح وأني لا أقرأ ولا هاي زين. والله عيب يعني. انت تصير امي خريج امي كل شيء ما تعرف زين، يجي واحد مدرس او معلم يشرح لك عن زين تقرحات الامعاء وانت تبقى صافين يا ابني وانت تبقى صافين. لا، هاي معلومات طبيه تفيدك انت تشتغل ويا الاستاف الطبي وتسمع منه مو تبقى صافي. ارجو ان تفهمون من عدي المحاضرات فقط اللي عليكم تراجعوها ولا تخلوه متراكمة. اليوم اقرا لك محاضرة محاضرتين ارضي نفسك اوكي. شكرا جزيلا. لا عافية. لا